مزمور 73. مزمور لأسف. حقيقي صالح الله لإسرائيل، للألبوم طاهر. أما أنا فكانت رجلي زحلق، لولا شوية كانت خطواتي تزحلقت، لأني غرت من اللي بيكبروا عشان شفت سلامة الأشرار، لأن ما فيش في موتهم شدايد وجسمهم سمين. ما هماش بتعب الناس ومع البشر ما يتصابوش، عشان كده لبسوا عقد التكبر، لبسوا زي توب الظلم بتاعهم، بحلقت عينيهم من الشحم، عدوا اللي يتصوروا القلب يتريقوا ويتكلموا شر بالظلم، من عالي يتكلموا، خلوا بقهم في السماء ولسانهم يتمشى في الأرض، عشان كده يرجع شعب الله لهنا، وزي مية بتروي يمص منهم. وقالوا إزاي الله يعرف وهو عند العالي معرفة؟ أهدول هم الأشرار ومستريحين على طول، يكتروا ثروة. حقيقي على الفاضي طهرت قلبي وغسلت بالنظافة أدية، وكنت متصاب اليوم كله وتأدبت كل يوم الصبح. لو قلت أتكلم كده أبقى خنت جيل ولادك، فلما قصدت أعرف ده كان تعب عينيا لحد ما دخلت الأماكن الله المقدسة وتنبهت للآخرة بتاعتهم. حقيقي في زحلقات خليتهم، وقعتهم في خرايب، ازاي بقوا للضياع في لحظة، انتهوا، خلصوا من الأهوال زي حلم وقت الصحيان. يا رب في الصحيان تحتقر صورتهم، لأن قلبي بمرر والكلى بتاعتي اتخرمت وأنا بليد ومش عارف، بقيت زي بهيم عندك، ولكن أنا دايما معاك، مسكت بإيدي اليمين برأيك تهديني، وبعدين لمجد تاخدني. مين ليا في السماء ومعاك مش عايز حاجة في الأرض؟ فأنا لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله على طول، لأن أهو البعد عنك يفنو، تسكت كل اللي يزني عنك. أما أنا فالقرب لله كويس ليا، خليت على السيد الرب ملجئي عشان أبلغ بكل اللي بتعمله.